الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح النوع السادس من الاير بريثنج انجنز، هو اسمه البلس جيت انجن. البلس جيت انجن ده بيستخدم في الطيارات الصغيرة اللي هي الدرونز، بيستخدم في بعض الميسلز اللي هي الصواريخ الحربية. بيتكون من ايه؟ بيتكون عندي من أول حاجة من ديفيوزر. بعد الديفيوزر عندي حاجة اسمها فالف جريد. فالف جريد ده ممكن يبقى نوعين، نوع اسمه ايروديناميك فالفز أو ميكانيكال فلاب فالفز. الفكرة من الفالفز دي ان هي بتفتح وتقفل على حسب فرق الضغط. لو الضغط هنا اعلى من الضغط هنا الفالفز دي هتفتح، لو الضغط هنا اكبر من الضغط هنا الفالفز دي ايه هتقفل، وبتبقى مفتوحة ومقفولة عن طريق ايه سبرينجز. دي كده بالنسبة للايه للميكانيكال فلابس. الايروديناميك فلاب ما بتبقاش فيها الايه السبرينجز دي. طيب بعد كده عندي الكومباشن تشامبر. الكومباشن تشامبر دي فيها سبارك بلج. بعد الكومباشن تشامبر بيبقى عندي التيل بايب. التيل بايب دي هي بتبقى عباره عن كونفرجن دايفرجنت نوزل. الفكره عندي هنا ان انا برضو ما استغنيت عن الكمبريسور وعن التربينه، وبالتالي عملت سيمبل ديزاين ووزن خفيف ان اكسبنسيف ونو روتيتنج بارتس. عشان كده ده بيستخدم زي ما قلنا في الدرونز. الدرونز دي بتبقى الطيارات المسيره عن بعد، بيستخدم في التجسس والحاجات دي، تبقى طيارات صغيرة وخفيفة ورخيصة. بس طبعا الاكويبمنت اللي هي شغل الاتصالات والتحكم عن بعد ده اللي بيبقى غالي اللي فيها، بس كستراكشر وككومبوننتس ميكانيكال ما بتبقاش ايه، ما بتبقاش غالية. الكاركترستكس بتاعت الراجل ده او ازاي بيشتغل، خلينا نقول ازاي بيشتغل. بيبدأ أول حاجة إن إحنا في الستارتنج بتاعه بنبدأ ندخل له هواء عن طريق بلاور أو عن طريق مروحة أو أي حاجة في الأول كده، يبدأ يخش الهواء جوه، يخش جوه الكومباشن تشامبر. نبدأ نرش الوقود بتاعي، بقى عندي فليمابل ميكستشر، الهواء اختلط مع الوقود. نشغل السبارك بلج في الستارتنج بس، تبدأ يحصل إيه؟ فليم. الفليم ديت هتعمل إيه؟ هتعلي البريشر جدا جوه. كويس؟ البريشر لما يعلى جوه هيقفل الإيه؟ الفالفز دي. يقوم الاكزوست جاز دي ما يلاقيش اي مكان يقدر يهرب منه غير مين؟ غير التيل بايب. فيبدا يمشي في الايه؟ في الكونفرجن دايفرجنت نوزل، ويديني الايه؟ الثراست اللي انا محتاجه. طيب لما الاكزوست يطلع بره الكومباستر تشامبر الى التيل بايب، هيبقى هنا هيبقى ايه؟ هيبقى فراغ، فيحصل عندي يتكون ايه؟ فاكيوم. الفاكيوم ده هيعمل ايه؟ هيفتح الفالفز دي تاني ويسحب حبه هواء منين؟ من بره. كويس؟ فبالتالي هيبدا يحصل احتراق جديد، فتبدا سايكل جديده. عشان كده الكومباشن بتاع النوع ده من الانجنز بيبقى سايكلز. يعني ايه سايكل؟ يعني بيبدا يسحب هواء ويحرق، يسحب هواء ويحرق وهكذا. طيب السايكلز دي يعني سريعه ولا بطيئه؟ بتبقى سريعه جدا، بتوصل حوالي من 300 ل 400 سايكل في الايه؟ في الثانيه الواحده. عشان كده الاحتراق هنا بيبقى سريع جدا. فالكاركترستكس بتاعت الانجن ده اللي هو بيبقى فيري فاست كومباشن ريت، يعني الكومباشن ريت بتاعه سريع قوي، زيه زي البري ميكسد كومباشن كده لو فاكرين في الاس اي انجن اللي هو الجازولين انجن. عشان كده بنعتبر ان الكومباشن في الانجنز دي بتبقى كونستانت فوليوم، كونستانت فوليوم كومباشن. كويس؟ البريشر بيزيد بطريقه رهيبه جدا فيه. طيب دي كده ايه حاجه. الحاجه الثانيه الفريكونسي بتاع السايكلز، قلنا بيبقى من 300 ل 400 سايكل في الثانيه. الانجن ده بيتميز عن الرام جيت انجن ان هو بيقدر يديفلوب ثراست ات اس ال اس كونديشنز. ايه الاس ال اس كونديشنز دي؟ اللي هي سي ليفل ستاتيك، اللي هو لما تبقى الطياره على الارض ولسه بتقلع، ده بيقدر يديفلوب ثراست ويبدا يشتغل. على عكس الرام جيت اللي احنا قلنا لازم يبقى متوصل بايه؟ ببوستر روكيتس، يعني صواريخ مساعده هي اللي تدي له السرعه الابتدائيه اللي تخليه يشتغل، او يبقى متوصل بطياره ثانيه والطياره دي ترمي الصاروخ، فبالتالي الصاروخ ياخد سرعه الطياره وايه؟ ويبدا يشتغل. فده ميزته عن الرام جيت ان هو بيديفلوب ثراست ات ايه؟ ات اس ال اس كونديشنز. طيب تعالى نمثل الكلام ده على التي اس دايجرام. عشان نمثل الكلام ده على التي اس دايجرام نبدا باول حاجه نقطه واحد اللي هي نقطه الامبيانت. عندي التي واحد والبي واحد، فنقطه واحد هي نقطه الزيرو اللي هي نقطه الامبيانت. بعد كده بيبدا يحصل في الديفيوزر دي كومبريشن، فبنبدا نطلع كده ايزنتروبيك مثلا لغايه ما نوصل لايه؟ للنقطه رقم 2. ادي كده دي النقطه رقم ايه 2. طيب بعد كده الكومباشن هنا بقى ده بيبقى كونستانت بريشر كومباشن ولا كونستانت فوليوم؟ قال لك لا، ده بيبقى كونستانت فوليوم كومباشن، على عكس الكومباشن اللي احنا اخدناه قبل كده. فبالتالي بيبقى بنعمل خط مايل كده شويه لغايه ما نطلع للنقطه مين؟ النقطه رقم 7. النقطه رقم 7 دي هي نقطه اللي بعد الكومباشن تشيمبر، مش 4 سوري، دي اسمها ايه 7.
بالتالي هنا دي بنسميها نقطة 7. بعد ما نوصل لنقطة 7 يبدأ يحصل ايه؟ اكسبانشن جوه الكونفرجن ديفيجن نوزل. نفترض ان هي تشوكد، فبالتالي البي اكزيت بيساوي البي اتموسفيريك، سوري نفترض يعني ان هنا ان البي اكزيت بيساوي البي اتموسفيريك، فبالتالي 9 دي البريشر بتاعها هو ايه؟ بي 1، ونزلت كده ايه؟ ايزنتروبيك. فبالتالي التي اس دايجرام بتاعي بيبقى عامل بالمنظر ده كده. وكده في الفيديو ده احنا شرحنا البلس جيت انجن، عرفنا بيشتغل ازاي، هو بسيط جدا وسيمبل ديزاين ان اكسبنسيف وفيهوش ايه نو روتيتنج بارتس. وبكده يبقى خلصنا كل انواع الجيت انجنز او كل انواع الاير بريثنج انجنز اللي علينا، وكده خلصنا الشابتر الكبير قوي اللي هو بتاع البروبالشن انجنز اللي هو كان بيتكون من روكيت موتورز ودي شرحناها، والاير بريثنج انجنز ودي شرحناها. شرحنا 6 انواع من الاير بريثنج انجنز، اولهم البروبيلر انجن اللي هو بيستخدم في الطيارات الهليكوبتر، وبعد كده شرحنا التربو جيت انجن، وبعد كده التربو فان، وبعد كده التربو بروب، وبعد كده الرام جيت، واخيرا شرحنا كده الايه البلس جيت انجن. اتمنى تكونوا استفدتوا الحمد لله من الشابتر دوت، ونشوفكم ان شاء الله في تشابتر جديد وهو الشوك ويف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.